انا شايفاك اليومين دول بقيت مثقف، يعني بتقرا ايه؟ ده كتاب مهم قوي يا رانيا. عن ايه بقى؟ بيتكلم عن ايه؟ ده يا ستي بيتكلم عن اسرار الاعشاب الصينيه. اعشاب الصينيه؟ اشمعنى يعني؟ لعلمك دي مهمة جدا. يعني مثلا أي حد بيعيا بياخد أدوية وحاجات كيماوية وبتاع، لا 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 لا، الأعشاب الصينية دي أعشاب طبيعية جدا. يعني عارفة في الصين أي واحد مثلا بيكون عيان أو حاسس بأي وجع ولا حاجة بيروح للحكيم الصيني. الحكيم الصيني بيكتب له وصفة أعشاب صينية، ياخدها ويخف ويبقى 100 100. عشان كده الناس بتبقى ماشية في الشوارع صحتها تمام، ماشيين زي الساعة. يا سلام. أمال إيه؟ أمال أنت فاكرة يعني الناس الصينيين برغم إن هم باينين إن هم قصيرين لكن صحتهم كويسة وعاجة وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني؟ يا عم حرام عليك، بطل تقر عليهم، ده هم كلهم على بعض قد كده، هنصحى الصبح مش هنلاقيهم اصلا. ما تخافيش على الصينيين يا ماما، اولا عندهم اعشاب ضد القر، ما تخافيش عليهم خالص. طب بيبي بقى طالما انت جامد قوي كده يعني كده يعني في الاعشاب الصينيه، ما تجيب لنا دواء كده تعالج مامي اللي تعبانه لحسن دي متدهوره خالص. صحيح، هي عامله ايه دلوقتي؟ تعبانه جدا، يعني مش عايزه اوصف لك، يعني بجد حاسه انها قربت تودع. الحمد لله كويس كويس. الحمد لله. الحمد لله يا عادل. بقول كويس يعني على اساس ان انا عندي فرصه اعالجها بالاعشاب الصينيه بقى. لا معلش حبيبي، خلينا لك الاعشاب الصينيه والثقافه اللي نزلت عليك فجاه كده، خلي الست لوحدها، احنا جبنا لها الدكتور واداها الدواء وان شاء الله تبقى كويس. دواء ايه ودكاتره ايه يا ماما؟ مش محتاجه اي دكاتره، انا هكتب لها اعشاب، لان مره واحد قريبنا كان عنده القلب وكان بياخد ادويه عشان يتعالج من القلب، اول ما خد الادويه مات على طول. يا اخي حرام عليك يا اخي، الأعمار بيدي ما تدقش فيها. يا سلام يا سلام يا سلام، انتوا قاعدين هنا قاعده رومانتيكي وسايبين بره الجثث اشلاء اشلاء. انت دخلتي علينا اوضه النوم ازاي من غير ما تخبطي ولا تستاذني؟ انت بتستهبلي يا سناء في ايه؟ ايه يا بنتي، مامي جرى لها حاجه؟ لا مامي انا اللي جرى لها حاجه. طب الحمد لله شكرا. ايه ايه تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا بنتي ولا انت ولا امك. بحسب. شوف مراتك، شوف مراتك اللي عايشه معاك في خيرك، عايزه تخلص من امك باي شكل. يا سناء اخلصي، ماما حصل لها حاجه؟ حماتك عادت امك. مامتي انا النسمه الرقيقه عادت مامتك يا بنتي، هي جت جنبها، ضمك تعدي قبيله بحالها اصلا. يا بنتي امك حاطه مناخيرها في كل حاجه في البيت، فطبيعي طبعا انها تعدينا. المهم دلوقتي مامتي فين؟ اهي قاعده في اوضه مجيده ماما. طب ما وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما. يا ابني دي شقتك ولا شقه الجيران؟ ما انت عارف ان شقتك قد الحق، يعني حوش حوش انت موسعها علينا قوي واحنا اللي قاعدين فوق بعضينا. ماشي خلاص، المهم دلوقتي يعني ماما هناك جوه في الاوضه، تعالى يلا بينا يلا بينا نشوف. يلا يلا يلا. هي ياسمين، ايه ياسمين ايه اللي معادك هنا؟ ايه يا ماما انا بطمن على تيتا. مش اطمنتي؟ تعالي بقى يلا اطلع على اوضتك، على اوضتك، على اوضتك، على اوضتنا احنا. ها عند الحظر الصحي. انا هقعد مع تيتا. بس يا بنت عادل مش هتاخدني معاك النهارده يا اخويا. نعم يا اختي. ايه اخدك دي؟ روحي انت، روحي انت، ما تقلقيش ما تقلقيش، مش انا اللي باخد يا ماما، ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله. وبعدين اخدك عندي في اوضتي اليمين اللي هياخد باله من ماما. خلاص متشكره يا عادل، متشكره يا اخويا، انا هقعد هنا جنب امي حبيبتي ارعاها واخد بالي منها. ايوه ارعيها وخدي بالك منها. انت عامله ايه صحيح يا ماما النهارده؟ والله تعبانه يا عادل، جدتي كلها ايضا نار، وجدي الله يرحمه على بالي طول الليل. يا ماما ما تقلقيش يا ماما، ده شويه برد يعني حاجه بسيطه وهتعدي على طول ان شاء الله. البركه في الاختلاط بالاجانب. ربنا يهدك يا انعام يا شيخه بقى، ارحمي نفسك بقى، انت قصدك مين بتاكل؟ ربنا يهديك انت يا شيخه. حرام عليك ونفس. اتخانقوا يا جماعه، حرام عليكم، حتى وانتوا عيانين كمان بتتخانقوا. انت قصدك ما جالكيش رعايه غير لما جيتي هنا. يا نجلاء يا نجلاء، ما تقلقيش على مامتك، يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفوا بعون الله على ايدي انا. السلام عليكم يا ريس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اؤمر يا باشا، طلباتك اوامر. الامر لله. انا اصلي سالت يعني على المحل بتاعك، قالوا لي انت الوحيد اللي بتشتغل في الاعشاب الطبيعيه، انا هو بشكل كبير يعني. بعون الله لو لبن العصفور موجود. ربنا يخليك. انا بس كنت عايز اسال يعني عن الاعشاب الصينيه، عندك انت اعشاب صينيه؟ ياه الاعشاب الصينيه. إيه مالها، هي ماتت ولا ايه؟ لا بس اصل دي ما نودل لما بتطلب،
محدش يعرف سر الاعشاب دي الا الصينيين بس. ده كان زمان يا حاج، لكن خلاص يعني ان شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الاعشاب الصينيه، في العالم كله بعد الخلطات بتاعتي. هو حضرتك دكتور؟ لا مش دكتور ولا حاجه، بس الحكايه مش محتاجه دكتور، يعني هي محتاجه شويه مفهوميه وشويه سنس. منس؟ لا منس ايه. سنس يا حاج، سنس يعني شويه مشاعر واحاسيس. طلباتك يا باشا. والله انا معايا لسه فيها شويه اعشاب صينيه، يا ريت تكون عندك. هيتفضل يا حاج. دي حاجات صعبه قوي، ده فيها حاجات انا ما سمعتش عنها قبل كده. الله الله الله، هتزعلني منك ليه يا حاج؟ ده بيقولوا ان انت اجمد واحد. طلباتك يا باشا. خلاص يا ريت تجهزها لي بقى على طول، نص ساعه واستناك. ماشي يا بس بقول لك ايه، انا في عندي خلطات جاهزه احب انك تاخد فكره عنها. يا ريت فرجنا عليه. دي بقى بتعالج اي مغص. بتعالج المغص. ودي بقى بتعالج انفلونزا الطيور. عليها شويه بتاع ده من لا لا بص يا حاج، الخلطات دي معتاده وعاديه جدا. لا انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي. خلاص نص ساعه وان شاء الله تلاقي كل طلباتك جاهزه. ماشي يا حاج. دول انت هتتاجر في البانجو؟ بانجو؟ انا تاجر في البانجو؟ قالت انت بتستهبل ياد ولا ايه؟ دول عادي، انا اتوقع منك اي حاجه دول بصراحه. يعني قول لي بس انت بتعمل ايه، عايز افهم يعني. ياد انا بعمل الخلطات اللي هعالج بيها امي وحماتي. هتعالجهم بالبانجو؟ ولا مش ناقصه كمان انت خالص، اتكل على الله غبور من وش. يا دول انت دايما كده يا عم زهقان وقرش ملحتي وروحك في مراخيرك كده. دول ايه هوف دي؟ هوف دي يعني؟ معلش ما انا زهقان من نفسي يا عم. زهقان من نفسك ما تجيش. لا تعال نروح القهوه نشرب كوكتيل. انا فعلا محتاج ان انا اروح القهوه، بس مش اشرب كوكتيل بقى، اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبه اللي انا عملتها دي. ماشي يا دول. بقول لك ايه، نقفل باب البازار عشان البوليس. البوليس عشان يعمل ايه؟ البانجو ده. سيبوني انا مش بانجو. انت قدام على كوكتيل. قدامي عارف يا ده رمزي ايه اللي مصبرنا عليك؟ ايه يا دوله؟ مش عارف. شكلينا حتة. ايه مالك يا حتة واقف مش مظبوط كده ليه؟ مش عارف يا باشا، دايخ كده وحاسس ان هرجع. لا بص، لو كده بص الناحية دي، بص الناحية دي. ونفسك غم عليك كده يلا حتة وكده؟ بس يلا يا رمزي عيب يلا. انت متجوز بقالك كتير يعني؟ لا قريب يا باشا. ممكن تبقى حامل، خلي بالك. لا بهزر يلا، مالك بجد يا حته؟ هو مش عارف يا باشا الدور جاي لي كده، بس انا مش مهم يا استاذ عادل، المهم امي. امي يا باشا تعبانه قوي، وتفكرني كده بابويا قبل ما يموت. يا خبر ابيض. طب يا دوله ما تدي له خلطه من بتوعك دولت علشان تنسيه ابوه قبل ما تموت. لا يلا قبل ما ابوه يموت يعني، احنا المهم دلوقتي في امه مش في ابوه. بس ولا يهمك يا حته، يعني انا هخدمك خدمه جامده جدا. ايوه هو ده. بص يا معلم، الخلطه دي هتاخدها على ميه سخنه بتغلي جامد جدا، وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدا، وبعدين تشرب منها انت وامك وادعي لي يا معلم. ربنا يخليك لنا يا استاذ عادل. والله يا باشا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش. ربنا يكرمك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا رب يا باشا. خلاص خلاص يا الواحد لازم يعمل حاجه يعني برضو. طبعا يا دوله. طب ما تعمل لي انا بقى حاجه يا دوله كده، ما فيش حاجه كده ليا. ايه حاجه ليك ايه؟ انت عندك صداع؟ لا. عندك مغص ولا حاجه؟ لا. خلاص خد دي. ايه ده يا دوله؟ ده سبيداج. طب واخده ازاي ده دول؟ ده بقى بالسكينه كده، هو بس تلقط لسانك الاول وبعدين بالسكينه وتقوم ايه داهن كده وتصنفر وتقوم داهن تاني يعني. ربنا يخليك ليه يا دول يا رب. ده هيجيب لك كل الامراض، بعد كده بديك بقى من الانواع التانيه اعالج لك بيها الامراض. يا ماما عامله ايه؟ يا ماما يا ست الحبايب يا حبيبه، عامله ايه النهارده؟ مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الاخيره؟ لا الف سلامه ليكي يا ماما، ان شاء الله تقومي بالسلامه باذن الله وتنوري البيت وتزقططي وتهيصي. خدي يا سناء إيه؟ خدي ده بسرعه، روحي اعمله لنا في شويه ميه وقلبيه وهاتيه بسرعه. ايه ده؟ ايه ده يا عادل ده؟ دي وصفه مهمه جدا، دي اللي هتخفف ماما وتخفف حماتي باذن الله. هاتي لنا كوبايتين بس بسرعه. يلا يلا يلا. لا لا جامي يا عادل، انا مش هقدر اخد الحاجات المواصفات بتاعتك دي، انا فيا اللي مكففينيني خالص، من فضلك ارحمني خالص. اسكتي يا مجيد، عادل مش هيعمل حاجه تخلينا نبقى وحشين، مش كده يا عادل؟ طبعا يا ماما، انا لو ما كنتش واثق 100% من الخلطه اللي جايبها لكم دي ما كنتش اديتها لكم يعني. ايوه يا ابي،
بس حتى الاعشاب لازم تتاخد تحت اشراف دكتور. دكتور هما الدكاتره يحطوا مناخيرهم في كل حاجه كده يا ماما؟ دي عايزه مفهوميه وعايزه عقل، والمفهوميه والعقل عارفين فين طبعا. يعني انا مش عارفه ليه انا مش مطمنه لك خالص يا عادل. ولا انا يا ماما. عموما لما ماما تشرب بقى الخلطه بتاعتي دي وتخف وتقوم تزقطك كده، ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطه. اتفضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحبايب. هاتي حبيبي. بالهنا والشفا. سمي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ده حلو قوي، ده احلى من الكوكتيل. شفت بقى يا ماما؟ يعني انا هديكي حاجه وحشه؟ الف سلامه ليكي وان شاء الله بالشفا يا ماما. طب انا بقى عايزه الكوبايه بتاعتي. لا مش هديك الكوبايه، مش انت قلت مش عايزه؟ انا ماليش دعوه، انا عايزه الكوبايه بتاعتي. يا عم عادل اديها الكوبايه، خليها تطفحها، مش هنخلص من زنها. خدي خدي. عموما هتعرفي قيمه الكوبايه دي لما تخفي وتقومي تزقططي وتتنططي وتقولي الكلام الغريب اللي بتقوليه. زيحي يا مجيده العيا مر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالدكتور بتاعنا. اخبارك يا حته؟ ازيك يا وزي امك؟ الحمد لله يا باشا، صحتها بقت زي الفل والله يا استاذ عادل، وليل ونهار عماله تدعي لك. ياه معقوله بالسرعه دي؟ يا دوله يا كبير يا كبير. يا جماعه يعني مش عايزكم تحرجوني، يعني ده كل ده بفضل ربنا، احنا مجرد اسباب يعني ما عملناش حاجه يعني. الحمد لله. وبعدين يعني باذن الله بعون الله مع الاعشاب الطبيعيه اللي انا بعملها بعد كده مش هتلاقي اي مريض موجود في البلد، يعني ولا بقى مستشفيات ولا ادويه ولا كلام فارغ من ده يا معلم. الله عليك يا دوله. ايدك يا بوسه يا استاذ عادل. لا 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 استغفر الله العظيم، دي الشمال، خد دي. يا ابني احنا مجرد اسباب زي ما بقول لك يعني. اسباب ايه يا باشا؟ ده الحمد لله انا امي كنت خلاص فقدت الامل انها راحه ومش راجعه تاني. يا جماعه الحاضر يعني للغايب، الاستاذ عادل هو اللي ربنا شافاني على ايدي انا وامي، وخلونا فداك يا استاذ عادل. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ يا جماعه يا جماعه انا ما بحبش الهتاف، دعوني اعمل في صمت، يعني مش عايز هتاف خالص. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ بيبي انت عبقري عبقري جينيس، طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب، لو طفت فوق السطح هتسوي الهوايل. طفت ايه بس يا رانيا؟ ايه المواهب دي يعني؟ طيارة. ربنا يخليك لي يا حبيبي. عارف العيا ده كان غم ونزاح، والحمد لله. الحمد لله العافية يا ماما، دي حاجات بسيطة. ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي، بس يا ريت بقى تكمل جميلك عليا وتشوف لي دواء للضغط. وانا كمان تشوف لي دواء للسكر. لا بقى يشوف لي دواء للعقل. ماشي 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 ماشي، اشوف لكم ان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه، واحد ضغط وواحد سكر واحد ايه الايه ده. يا جماعه يا جماعه، انتوا كان عندكم دور برد وراح لوحده، خف لوحده، يعني انتوا خفيتوا بدون اي تدخلات. يا نهار اسوح على حزب اعداء النجاح ده، انا مش عارف انا يعني، بس ما تقلقيش ما تقلقيش، انا في باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب اعداء النجاح والعلاج بتاعهم ان شاء الله. ايه ده بجد يا بيبي؟ انت ناوي تعمل موسوعه علميه صحيه؟ طبعا، لان الموهبه اللي ربنا ادهاني الحمد لله يعني مش لازم اخص بيها اهل بيتي بس، لكن لازم افيد بيها المجتمع والناس. طب يا ريت يا بيه تعمل لي خلطه كده للذاكره، عشان الحاجات اللي بذاكرها ما تطرش. تعرف انت لو عملت كده هتكسب ذهب، ده كفايه عليك الثانويه العامه. على رايي كفايه الثانويه، ده لو كل طالب في الثانويه اداني جنيه بس هبقى مليونير. خلاص هعمل دي في خطه اعمالي اللي جايه ان شاء الله. وكمان انا يا بابا اعمل لي حاجه كده خلطه يعني، عشان لما اجري والعب واتنطط كده ما اتعبش. ماشي هعمل لك الخلطه يا ياسمين. اعمل حاجه بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيؤات والجنان. ده انت وصلتي خلاص، دخلت مرحله الجملاك. لا ده مش عشاني، ده عشانك يا روح قلبي. عشان انا؟ يا نهار اسوى على حزب اعداء النجاح ده، مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه ولا ايه. هعمل للهلاوس والتهيؤات بس على الله يجيب نتيجه معاكي. السوشو دولا تشانجيانج. اتفضل يا بروف، اتفضل يا بروف، اتفضل.
واحده واحده ارجعوا كده اهو صف كله مش عايزين هرجله. تعال انت يا حاج كده عشان نلحق. النبي يا ابني شوف لي حاجه للكبد احسن تعبني قوي. الكبد تعبك قوي. الكبد لا ده الطحان ده اللي هو زي الكبد اهو. خد يا حاج دي خلطه مخصوص عشان الكبد معموله من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقه بقى. وايه يا معلم خد دي هتاخدها 60 مره في اليوم لمده اسبوع وتجيلي بعد شهر ان شاء الله. تفتكر بقى ان هعيش العمر ده كله؟ الخلطه اللي معاك دي تقعدك بتاع 50 سنه على الاقل ان شاء الله. ربنا يخليك يا ابني ويطرح فيك البركه ويكتر من امثالك. مع السلامه. ايه بعده؟ ايه بتقول ايه؟ اللي بعده محسوبك حماده ابو قصه. ابو قصه؟ بص سيب شعرك يعبر عنك، مش محتاج تعرف نفسك، واضح القصه طبعا تحت امرك. المشكله ان شعري ما بقاش زي الاول. اكيد طول. ما بص البني ادمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبلوا بعد كده. انت بتتكلم ليه؟ مش انا متفق معاك مفيش كلام خالص. اسف. مشكلتي يا بص ان شعري بقى مليان قشر، والبنات اللي كانت بتجري ورايا علشان شعري بقوم بيجروا مني وبرضو علشان شعري. ايه 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 ها 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 ايه ايه اسف. اكيد بقى المشكله يا معلم في الشعر. ولا 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 انت بتتكلم، انت هتعمل لي فيها صيني؟ خليك في القرطاس اللي انت لابسه ده، مش عايز كلام خالص. اسف. اتفضل يا سيدي. الشعر الشعر الشعر. انت شعرك لونه خد دي كويسه قوي عشان الشعر، اتكل على الله. استعملها ازاي بقى يا بروف؟ دي يا سيدي هتغليها في ميه مغليه جامد جدا لمده 3 ساعات، والميه مغليه وعماله بتفقفق هتاخد منها، تقعد تدعك في شعرك جامد جدا وبعدين تقف في الشمس لمده 12 ساعه. ايوه. ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدهون ادعك راسك جامد قوي وقف بالليل في الشمس كده عشان بتبقى الدنيا طراوه. الشمس ايه اللي بالليل يهبل يهبل؟ شمس ايه اللي انت اي كلام جاي فيه وخلاص؟ انا مش هتخليك خليك في حالك. اسف. مش يا رب البطاريه تفضى ونخلص منك، مش عايز ولا كلمه. تفتكر يا بوف الخلطه دي هتجيب نتيجه مع القشره؟ نتيجه ان شاء الله هتدعي لي لما تلاقي القشره مشيت ومفيش اي قشره. لعلمك الخلطه دي مصنوعه من ايه؟ من كل الحاجات اللي ليها علاقه بالقشر. يعني دي مثلا معموله من قشر السمك مع قشر اللب مع قشر البطيخ. شكرا. العب. ولا 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 ما تبوظليش المشروع. اسف. ايه في يا حته؟ الناس بتسأل عليك من الصبح وناويين على الشر. ناس مين دول؟ الناس اللي انت اديتهم الخلطات. الناس اللي اديتهم الخلطات؟ المرضى بتوعي؟ لا يا ابني اكيد حد وشى بيا مثلا، لعب في دماغهم، دي اكيد وشايه يا معلم. دول يعني ايه وشايه دي يا دول؟ وشايه يالا يعني وش وش ايه ده وشيت ايه؟ صدقني الناس متبهدله وفي ثلاثة منهم في حاله خطره وربنا يستر عليهم. اسمع كلام حته، اخلعوا من هنا قبل ما حد يشوفكم وتتقلب دندره. دندره مين يا عم حته؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم؟ ده دوله ابو الطب يعني لسه مجبس رجل نفرتيتي قبل ما يجي. ده انا نفسي ابقى في ربع شهرته. عايز تبقى في ربع شهرتي؟ قوي قوي كبريت وولع كده هو من هنا بقى معلم في ده كله. ليه دوله؟ عشان تبقى نار على العالم يالا. الجدع النصاب اهو يا جماعه، يلا بينا ناخد حقنا منه. بتتكلم على مين؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا رجاله؟ ايه ده؟ انا تعمل فيا كده؟ انت مين حضرتك؟ انا حماده قصه. حماده قصه وفين القصه حضرتك يعني؟ بقيت حماده قرعه. اكيد حضرتك استعملت الخلطه غلط. خلطه ايه بقى؟ انا شعري يقع الخلطه خلطتي اللي سمعت كلامك بالاول. الخلطه خلطتها. اسف. ايه بس اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل ونتفاهم يعني بدل الهجوم اللي انتوا عاملينه ده. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، انا خدت الخلطه منك وروحت البيت عملت زي ما قلت لي وحطيت الخلطه هنا. يا دوب لسه بعمل كده بشعري كده
لقيت شعري كله طلع في ايدي كده. طيب ما يبقى انت اللي وقعت شعرك، يبقى انا غلطان في ايه يعني؟ لا يا دولا انت مش غلطان، هو اللي غلطان. لا انتوا هتستهبلوا ولا ايه؟ الخلطه بتاعتك مضروبه. ايوه يا دولا مضروبه، وانا اللي ضاربها في الخلاط يا دولا. انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ ني 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 وانا تديني الدواء يخليني انام على طول، وتقول لي ايه هتعيش اكتر من 50 سنة؟ انت كنت ناوي تجمدني ولا ايه؟ يا عم اكتر من 50 سنة ايه؟ انت اصلا ميت من سنتين ومخبي على اهلك. اخرس! يلا بينا يا رجاله ناخدوا حينا منهم. يلا يا سيدي بسر بسر. بالراحة يا سناء بالراحة. سيبيه يا سناء ينزف، سيبيه ينزف ونخلص منه. تخلص مني بقى كده يا دولا؟ طب انا لما اموت بقى مين بقى يشيل بلاويك يا دولا؟ يا اخي يا اخي اثبت اثبت عشان اعرف المم لك جراحك. طب بالراحه قوي يا سناء والنبس، لا انا مش عارف الجرح ده بيوجعني قوي قوي قوي، ده انا حاسس ان اتشلفطت ومش هنفع في الجواز بعد كده. جواز ايه؟ هو انت كنت نافع قبل كده عشان تنفع بعد كده؟ طيب بالراحه يا نقنق بالراحه، كفايه الجرح اللي في قلبي. ولا ولا ما تحترم نفسك يا لا، بتعاكس اختي وانا قاعد يهبل يهبل. ده جرح قلبك سيبه في حاله، حرام عليك ده غلبان. ولا اقول لك بالمره اخترق له حاجه هو كمان تخففه. يلا يلا. قصدك ايه يا سناء؟ قصدك ايه؟ قصدك يعني ان انا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايظه؟ لا 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 لا، اسف جدا اسف جدا، دي غلطه بس. ودايما العلماء في الاول بيقعوا تحت اخطاء وبعد كده بيتميزوا. اخطاء؟ ده دواء السكر اللي انت كتبته لي وجبته لي علالي السكر على الاخر. ولا دواء الضغط اللي انت اديتهوني؟ يا خبر ابيض على اللي عمله في دماغي، زي ما يكون محمد علي كلي عمال يضرب فيا. يا ربي بيبي حبيبي وحياتك بلاش الشغلانه دي يا بيبي، اصلها خطر اموت. لا مش بلاش ولا حاجه، هي بس في الاول الواحد لازم بيعمل شويه غلطات بعد كده بيتعود. يا جماعه ده عادي جدا يعني، بيحصل لاي عالم من العلماء يعني. ياسمين علي التلفزيون كده، علي التلفزيون. حاضر. اهم الانباء من اخبارنا المحليه، تم القبض اخيرا على مؤلف كتاب اسرار الاعشاب الصينيه الذي انتشر مؤخرا بالاسواق، وتبين ان مؤلفه يعمل حلاقا وليس معه مؤهل سوى الابتدائيه، وكثيرا بالذكر ان مؤلفه قد يسجن مده لا تقل عن 3 أعوام. يا بيبي شفت؟ مش انا قلت لك نهايتها وحشه خالص. يا جماعه هتلاقوه مش قبضوا عليه عشان مثلا الخلطات فيها حاجه غلط، اكيد في خلطه مطبعيه. تعمل ايه يا رمزي؟ مش عارف يا دولا، حمارته حطمس التالت ده كل ما نضف تحتيه يعملها تاني. سيبك من حمارته حطمس ده واجري على تمثال بتاع رمسيس التاني، زمانه ذروه الدنيا تحتيه. يلا عينيا يا دولا. الو يا حمادي. ايه الاخبار؟ ايه رانيا بتهرش؟ يعني انا مش فاهم، انا اعمل ايه يا حمادي؟ ما تخليها تستحمى ولا الميه مقطوعه يعني؟ بتهرش في راسها وفي ظهرها جامد. مش طايله ظهرها يا حمادي، يعني انا اعمل ايه يعني؟ دولا خليها تهرش بعصايه المقاش. بس يلا بس يلا. بص يا حمادي خليها تهرش بعصايه المقاش. ولا اجري روح نظف التمثال بتاع رمسيس اجري. حماتي عندك المسطرة بتاعت ياسمين ال 30 سنتي، خليها تستعملها. اللي بتتني. اختها خلاص بتهرش لها؟ طب انت عايزة مني ايه دلوقتي يا حماتي؟ يعني اجي اهرش معاك ولا ايه؟ ايه؟ عايزة دكتور؟ نفسك كده قومي استحمي. استحمى ايه يا ياسمين؟ الموضوع اكبر من الحموم بكتير يا حبيبتي. يا امي مامي ارجوكي انا في نار في جسمي هموت. معلش حبيبتي بقى استحملي شويه، عادي اتكلم الدكتور والدكتور زمانه جاي. يا بنتي انت اول مره يحصل لك الكلام ده. من اعمالكم سلط عليكم. يا شيخة حرام عليكي بقى، حتى وهي في الحاله دي بتشمتي فيها. بس يا بنت مفعوصه انت يا مقروضه، روحي خدي لك حمام ولا استحمي ولا انضفي بدل ما تترمي هنا جنب اختك. دكتور وصل يا جماعه. اتفضل يا دكتور. اتفضل. خير يا جماعه؟ اطمنوا ما تلاقوش مفيش اي حاجه. ايه ده وريني كده؟ مش ممكن. ايه ده وريني ايدك. ايه ده انت ازاي ساكته على نفسك كل ده؟ لا ما حضرتك مش ساكته، دي عماله تهرش من الصبح. طب وانتوا ازاي مستحملين وقادرين تقعدوا معاها بالطريقه دي؟ وحضرتك احنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش؟ هي اللي بتهرش، فهي مستحمله بقى نفسها وخلاص. ما تقول لنا يا دكتور في ايه بس، طمني من فضلك. ما تلاقوش
هي عندها شوية سكابس. سكابس؟ انتي عندها سكابس؟ يا حبيبتي يا مامتي، هو الحب ده اللي مخليني استحمل حالة الهرش الفظيع واقاومها. معلش يا دكتور، حضرتك انا جاهل بس شوية، يعني ايه سكابس ده؟ سكابس يعني جرب. ايوه كده، بني على حقيقتك، البضاعه زائفه. بس يا سلام، عيب عيب، ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فارغ زي كده، عيب، ما يصحش. حضرتك جرب يعني؟ ايوه جرب طفيلي ومعدي كمان. الظاهر انها اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقل لها المرض. اكيد القطه اللي على السلم اللي قلت لك ما تقربلهاش دي برضه بتقربلها وتاكليها برضه يا رب. بالظبط كده يا استاذ عادل، هو ده نوع من انواع الجرب اسمه الجرب القططي. انا قلت لك العيله دي كلها جربانه، انت صممت تنسبهم. انت بالذات ما تتكلميش، فاكره لما جالك تانيه وانت صغيره؟ لا ده انا كنت بحميها بالليفه كل يوم، ده وراثه عن ابوك الله يكحمه. بعدين نتكلم في الموضوع ده يا ماما. طيب. ايه يا دكتور، حضرتك هتكتب ايه بالظبط؟ دي شويه مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمده اسبوع. والنبي يا دكتور، بس والنبي المراهم خلي ريحتها تبقى حلوه شويه. يا ريت يا دكتور يبقى المرهم بريحه الفل لو سمحت. اللحظات اللي انا فيها دي ما ينفعش خالص السخريه واستفزاز المواقف. خلاص انا اسف يا رنا، انا اسف. كتبت يا دكتور؟ ايوه، بس اهم حاجه زي ما قلت لك لازم تكون معزوله عن كل افراد الاسره، لان المرض ده معدي وخطير جدا. يا حبيبتي يا ماما انا هخليكي جنبي. ابعدي يا ياسمين، سمعت الدكتور بيقول ايه؟ مرض طفيلي يعني بيجي للاطفال وخصوصا اللي في سنك، ابعدي عنها خالص. بوسيها، ابعدي عنها، ما تقربلهاش خالص. متشكرين جدا يا دكتور. الوداع. قولوا لها مع السلامه. الوداع. بوسه، ايه الطلب الغريب؟ عمرك ما طلبتي مني طلب زي كده. موبايلات بقى يا رانيا. ها يا بابا. تعرف يا له رمزي، طبعا عارف يعني انا بحبك قد ايه. يا دوله بقى بتحبني ايه يا عم؟ ده انا قاعد بقالي ساعه قدامك كده وان حتى ما طلبتليش كوبايه ماء ساقعه. يا سلام، قوي يا رمزي، قد انت ابن عمي. يلا يعني اي حاجه انت عايزها، انا اشرب شاي ونسيتك يعني، بس ولا يهمك. حته. ايوه جاي. امورنا يا استاذ عادل. لو سمحت يا حته رمزي، طبعا انت عارفه يعني. حبيبي يا باشا طبعا. عايزين له بقى يا سيدي نظبطه النهارده كوبايه ميه ساقعه. مشبره. ماشي، وانا كوبايه شاي ثانيه غديه. تأمرنا يا باشا. يا دي اللي انت عايزه. يالا تحب اطلب لك كوبايه ميه كمان؟ لا لا يا دول، اصل انا يا عم عامل لايت علشان حاسس ان وزني زاد كده اهو. يا اسمها رايت. يالا رايت. لا يا راجل. طب يا دول بقى ايه الحب ده كله يا عم والكلام الحلو ده يا عم؟ ده انا ابتدى الفار يلعب في ودني. فار بيلعب على اساس انك ساحر يعني؟ فار ايه يا دي اللي بيلعب في ودنك؟ هتبتديها كده. شكرينا حته وش يا باشا. طيب مشكرين. تعرف يا رمزي الفرق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ. طبعا المخ. ليه؟ ياسمين عندها مخ، انت اللي تعرفه عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني. يا دولة المخ. ياه جوعتني يا دولة، جوعتني. ولا حتة كوباية مية بقى تاني عشان هموت من الجوع. انت هاد مش لسه بتقول عامل رايت؟ لا يا دولة ده كان من زمان يا عم. زماني يا ابني؟ ده جملتين فاتوا ارجع للحوار. ايه يا دولة بقى انت تقعد تعد عليا كلام يا دولة؟ قول لي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب رضعة اله الطفولة على النار. بص بقى يا رمزي، بصراحة يعني انا عايزك. رانيا جالها اسكابيس. لا يا راجل، الف مبروك يا دولة، الف الف. ده عايزة شربات يا عم دي، عقبالي يا رب. انت فرحان يالا؟ لا ان شاء الله هيجيلك اسكابيس باذن الله. اسكابيس اسمه، الراجل الدكتور بيقول اسمه اسكابيس، بس ده هايل قوي يالا. بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رانيا يعني، تساعدها، تشوف طلباتها، تشتري لها حاجات كده اهو، وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شويه من الاسكابيس اللي عندهم دي، وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك الاسكابيس كله يالا. لا والله العظيم. الله يا دولا. طب دولا انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت؟ صراحة يعني يا رمزي أنا مش هقدر أخدمها لأن أنا خايف، ما بحبش الإسكابيز ده يعني، عارف ماليش تقل عليه. ليه يا دولة؟ هو إيه ده؟ إيه ده يعني؟ الإسكابيز ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني، إن شاء الله يجيلك بإذن الله. اللي هو قصدك الهرش اللي هو بتقعد رانيا تهرش فيه ده؟ أيوه هو ده. وبعدين أنا مش مشكلة، أنا ممكن أخدمها، بس أنا الخوف بقى لو جالي الجرب ده يعني الإسكابيز ده ممكن أنقل العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البازار، فتلاقي التماثيل كلها عندها إسكابيز هتقطع في بعض. لا
يا عم ايه ده، دي تبقى مصيبة يا عم. ما كده هون بقى اذا عرف السبب كتر العدد. انت شغال ياد في سوق الليمون ياد، كتر العدد ايه؟ المهم عرفت تعمل ايه بس يا رمزي؟ هعرف يا دولة، خلاص انا هراعي مراتك رانيا. بس دلوقتي يا دولة افرض بقى يا عم انا جالي الجرب ده. لا ما تقلقش، الجرب عمره ما هيجيلك. ليه يا دولة؟ الجرب في العادي بيجي للبني ادم مرتين بس في حياته كلها، انت جالك اربع مرات قبل كده فاستحالة يجيلك تاني يعني. لا على فكره بقى جالي ست مرات بقى دول. لا يا راجل. اه ده اخرهم امبارح بالليل. انا عم اتدرب من امبارح بالليل. اه دول. طيب هتكلى على الله بقى. ليه دولة؟ استني الفاكهه جبتها لك اهي وكله تمام. خدي اتفضلي 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 اتفضلي. استني ما تلمسيش الخشب، ما تلمسيش الخشب عشان ممكن لو لمست الخشب اجي انا المسه بعد كده اتعدي. اقول لك حاجه، استني خدي من الطبق كده على طول. ماشي اوكي. استني ما تاخديش من الطبق كده على طول لان ممكن ايديكي تلمس الطبق فممكن تعدي. كلي ببقك على طول، كلي ببقك. يعني انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي يا عادل؟ حرام عليك. عادي يا رانيا، كلي زي القطط ببقك كده. وانت عمرك شفت قطه بتمسك العنب بتحطه كده في بقها؟ لا ببقك وانزلي. مش عارفة اكل زي القطط. حرام عليك يا عادل، موت. مش عايز اكل يا عادل. خلاص انا هاكلك بطريقه تانية. بصي هاكلك ايه ده. استنى ما تقلقيش هاكلك بطريقه الحتف، واخده بالك؟ دي طريقه هايله ومضمونه، بس اهم حاجه ما تلمسيش اي حاجه بايديك. يلا المشمشايه دي هتدخل في بق مين؟ يلا المشمشايه افتحي بقك يلا. اوبا ايه ده؟ طب ما تحدف لي بقى سوداني ولا موز بالمره. اجيب لك كل اللي انت عايزاه، الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه، بس اهم حاجه ما تقربيش من هنا خالص يا رنا. عادل انا طايق، انا مش قادر استعمل يا جماعه، انا مش جربانه. حرام عليكوا، انا زهقت من الحفظه اللي انا فيها دي. انا بصوا بقى يا جماعه، انا جمعتكم النهارده عشان نتكلم في نظام المروري اللي هيتبع ان شاء الله في الفتره اللي جايه جوه الشقه هنا. نظام مروري ايه يا ابني؟ انت فاكر نفسك في ميدان التحرير اكتر يا ماما من ميدان التحرير؟ اللي انا بعمله ده يا جماعه حرصا علينا ان احنا ما ناخدش العدوى من اسمها ايه، رانيا مراتي يعني. فعشان كده انا حريص عليكم يا جماعه، حريص عليكم. الله يخليك يا ابني، تسلم لي. بصي بقى يا ماما، النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله الخطوط الحمراء دي هتبقى خاصه برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقه براحتها، توصل الحمام، توصل المطبخ براحتها. بالنسبه للخطوط الخضراء دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله. طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف باذن الله. انا بقى مش مقتنعه بالهبل اللي انت بتقوله ده، وهمشي في الشقه براحتي وهبرطع. تبرطعي انت بالذات بقى يا سناء، هيتعمل لك حظر تجول بعد الساعه 6 بالليل. ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئه. ايه ماما عادل لو ما سكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مروريه بس في وشه المره دي. بس يا عادل معقوله تقول على اختك بيئه؟ ماما انا ما بفتريش على حد يا ماما، انا عملت دراسه كامله لكل الناس اللي ساكنين هنا في الشقه، اكتشفت ان سناء محمله ب 2 طن من المواد المشعه اللي تعتبر عباره عن يد 2 كب ألف 4 زائد مغنيسي الصوديوم زائد فوسفات وحاجات. عشان كده انا شايف ان هي سناء وهي محمله بهذا الكم من الحاجات الملوثه للبيئه لو اصطدمت برانيا ممكن، شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصل ايه في الشقه. اه والله عندك حق، ده الشقه ممكن تولع. عشان كده انا بحاول احافظ عليكوا يا ماما. ميرسي يا بيبي، ربنا يخليك لي يا ربي، عملت لي طريق مخصوص لي اروح واجي فيه مطرح ما انا عايزه في البيت يا حياتي. اه انت اعمل لك طريق هاي واي واحنا نتخانق بقى في الزحمه والاشارات. براحتها حبيبتي، اعملي حسابك وانزلي بدري شويه. على فكره بقى دولا، ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده. هو بص احنا نعمل الطريق ده
رايح جاي علشان بس ايه في حاله الاقتناء بس عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقشين في بعض بس 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 الله يا عادل الله يا حبيبي الله بصراحه يعني الانظمه المروريه دي سنه من سمات الدول المتحزلقه بص بقى يا عادل في بيج بروبلم انا ما اقدرش امشي من الاوضه بتاعتي لحد المطبخ من فضلك من فضلك اي نيد ا تاكسي لا يا حماتي من غير تاكسي ولا حاجه انا هعمل لك طريق خاص يطلع من اوضتك على المطبخ دايركت يا سلام تعمل لها هي طريق طواري وتخلي امك تلف من طريق البلكونه الدائري ماما اعمل لك ايه بس يا ماما حاولي مثلا تبعدي عن المواعيد بتاعه الشغل والمدارس بتاعه العيال هتمشي بسهوله قوي يعني طب بابا انا ازاي بقى يا بابا هلعب في الشقه براحتي ياسمين يا حبيبتي تقدري تلعبي في الشقه براحتك خالص على الخطوط الخضراء بس ما تروحيش ليمين ولا شمال اما هتاخدي مخالفه يا ياسمين تاخد ايه تاخد مخالفة ياسمين بقول لك ايه برطعي واجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين وانا معاكي يا حبيبتي سناء هدي السرعه شويه وبلاش رعونه حفاظا على الارواح اللي موجوده في الشقه بعد اذنك انا عارفه انت عامل فيلم العربي ده كله ليه عشان مراتك توصل بسرعه واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمه ونتعطل دلوقتي يا جماعه انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل رمزي لف لهم ماشي يا دول هنا كده كملنا بقيه اليوفط وكله هيلتزم وانت تفضل ان هو واقف لمده اسبوع اتفقنا اتفقنا يا دولا نزل ايدك وبعدين يا رمزي وبعدين هنعمل ايه بقالنا اسبوع لغايه دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن معلش يا دولا حبيبي واحده واحده كل حاجه بتيجي واحده واحده في التأني السلامه وفي العجله الحمامه في العجله الحمامه والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصوره دي هي اللي مصبراني يا ابني العجله الحمامه شكرا يا دولا شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده يلا بقى اطلب لي بقى شاي بحليب هو شيء ساده بس حته يا حته ايوه جاي استاذ عادل امورنا باشا هات لنا يا سيدي اتنين شاي ساده حاضر يا باشا استاذ عادل انا عايز اقول لسعادتك على حاجه بقى من الاخر يعني سعادتك كده بقالك اسبوع شكلك يعني في حاجه ضاغطه على روحك المعدنيه مشكله مصيبه هتعمل لي فيها دكتور نفساني مشكله ايه ومصيبه ايه مفيش اي حاجه خالص يا حته في ايه استاذ عادل من الاخر بقى انا عارف كل حاجه لمؤاخذه سيحتني رمزي الكلب ماشي ماشي على فكره دولا والله العظيم انا ما قلتش غير للواد حته بس ده انت قلت الحته يعني قلت لكل الحته ايه يا باشا في ايه يا باشا وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجه عن حد خالص الحكايه دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينه ومش زناتي واخد بال سعادتك ساكن في 15 حاره المعاطف في الدور الارضي لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجه على اي حد برافو عليك يعني اهم حاجه السر يبقى في بير طبعا بس البير واضح بايظ ولا ايه ما طولش عليك بقى يا باشا قول طول اخلص اخلص يا حته ايوه يا حته اخلص بقى اخلص وروح هات لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا انا قلت شاي ساده استاذ عادل من الاخر الحل الوحيد في الموضوع بتاع سعادتك ده العلاج بالاعشاب اعشاب لا 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 لا, لا. اعشاب بقى ودهن رجلك كتكوت والكلام ده كله ده كل دي تخاريف يا باشا صدقني الولا اللي انا بقول لك عليه ده الواد عشبه ده محترم واد خبير خبير يعني ماشي ممكن نشوفه يعني مش هنخسر حاجه بس انا مش مؤمن بالحاجات دي بس يعني نجرب يعني يا باشا سعادتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك واشوف ايه اللي هيحصل رمزي اديله الموبايل بتاعك عشان نمرتي ما تطلعش عنده يعني مش مؤمن اصلا بالحاجات دي يعني حاضر دولا بس حول لي بقى الرصيد اخلص رصيد ايه ثواني يا باشا هتشوف الواد ده هيعمل ايه دلوقتي سلم لي عليه حاضر انت تعرفه لا اي ضبط وخلاص مش عارف ما بيردش ليه الواد ده ايه مفيش سيجمن الو الو ايوه انا عشبه انا حته يالا يا الو يا حته يا في مصلحه كده في واحد عندنا محترم قوي قوي عندنا في القهوه هنا ربنا يخليك يا حته يعني بص من احسن الزباين اللي عندنا في القهوه يا حته يا دكتور اسمه الاستاذ عادل الشاعر عادل الشاعر مش كده يعني مراته بقى جالها جرب واخد بالك احنا عاوزين نعالج يا ابني مراته جالها جرب جرب مش حته بعدين هي مش مراته قوي يعني طب هكلمك تاني انا عشب هكلمك تاني اصل سمعني بس ايه رايك يا باشا مش عارف يعني احنا نجرب عشبه ده بقى وخلاص يعني يا باشا يا باشا ده متخصص صدقني والحاجات دي زي ما قلت لسعادتك اسراره محدش يعرفها هقول لك على حاجه عارف الولا كوتا الواد ده كان جاله قرع انجليزي في دماغه واخد بالك وعشبه تدخل في الموضوع ده الواد ده اتفرج عليه دلوقتي بسم الله ما شاء الله شعره ده ضفاير ضفاير الله عقبال رانيا مراتك يا رب ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي يا دولا امين امين يا رب العالمين انا مبسوط منكم انتوا الاثنين صراحه يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني اسرار يا باشا ما حدش عارف عنها حاجه خالص طيب اتكل على الله بقى وابقى اطلب لنا عشبه ده واديله ميعاد ويجي لي البيت ان شاء الله
شكله هو. دولا حبيبي. عايز ايه؟ ايه دولا اهو شقه الاستاذ عادل اللي مراته عندها لا مؤاخذه جرب. طب ما وظيفه الطير رمزي معاك اهو. لا ما انا لفيت على كل الشقق اللي جنبنا وسالتهم كلهم نفس السؤال. بيتك فضحتني، لفيته على الشقق كلها يا غبي. ايه دولا بقى، ما انا قلت اسيبه يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم. يتعلم ايه ويتهبب ايه؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. عشوب عشبه الا عشاب. واضح من كميه العشب اللي على الهدوم يعني انك عشبه طبعا. على فكره دول انا الراجل ده سالت عليه كويس قوي ولقيته بقى فعلا بيعالج كل الامراض المستعصمه. بص حضرتك، هي مش مستعصمه يعني، هي شويه جرب بسيط نتيجه انها لعبت مع القطه اللي على السلم، والقطه دي اصلا جربانه يعني. كويس ان انتوا قلتوا لي ان السبب قطه. يبقى العلاج ايه؟ دهن القطقوط مع عصاره نبات اللحط مع جزء من غصون التيتالون، وبنعمل ايه بقى؟ نحصر المرض في جتتها ونشفطه على طول. تشفط ايه من جتتها وانت بتطلع عفريت يا عم؟ شوف مين يالا. حاضر يا دول. هي المساله ابسط من كده. مين يالا رمز؟ انا ميدو دلكها، اخصائي التدليك والمساج ومساعد عشبه. ايه يا كابتن، ايه اللي اخرك ده كله يا عم؟ اخر ايه؟ مش اشكال تاخير، وايه اللي انت جاي بيه ده؟ ايه يا عم انت داخل ملعب؟ من فضلك فين الشغل؟ صوابعي بتاكلني. الجولدن فينجر. جولدن فينجر بتاكلك صوابعك يعني احنا ممكن نيجي الصبح لا صوابعك كلتك ما بقتش موجود يعني ولا ايه؟ يا استاذ عادل، الكابتن لما مؤاخذه دلكها عايز يشوف شغله، علشان لما انا ادهن الخلطه السحريه بتاعتي على جسمها قوم هو يدلكها جسمها يزفلط تبقى تمام. ايوه ما هي دي شغلتي، ميدو دلكها المدلكاتي. تدلك ايه؟ ادلكها. تدلك ولا 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 لا، بقول لك ايه، ده انا اهل صعيده، ده انا اذبحكوا انا انت وهو. ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده يا دول؟ بقول اذبحه هو وهو. لا يا دول انا مش قصدي دي، يعني ايه اهل صعيده دي؟ ايوه لا اهل صعيده، انت بتعرفش اول مره تعرف ولا ايه؟ لا انا اقول. طب وانا دول؟ انت لا اهلك الصعيده ولا حاجه. طب ما قلتليش ليه يا دول؟ انت دايما بتخبى عليا كده دوله. يلا انا اهل صعيده، انت بقى اهلك مش معروفين لا صعيده ولا بحيره. بص يا ابني انت نبت شيطاني، طلعت لوحدك كده. انا نبت. نبت واطلع بره وخد دول بره معاك، اطلع بره. يلا دلكها، يلا عشبتها، يلا خبيتها، يلا بره. ماشي نركز على العلاج بقى يا حبيبتي. الف 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 الحمد لله على السلامه. ميرسي يا مامتي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. احسن ما في الموضوع ان اللحظات العصيبه اللي مريت بيها عرفتني العدو من الحبيب يا ماما. تقصدي يا رانيا؟ يا بنتي ما بتقصديش يا سناء. افتكري الماضي مش بعيد لما كنت عتاكلي ضفرك بالبيكي. اخرسي انت كمان جربانانه بس في دماغاتك. اخرسي انت لما بنتك عنا. شات اب يو. وبعدين احنا بنحتفل ليه كده؟ يا ماما احنا مش هناكل التورته. هناكلها يا حبيبتي. طب ماما هي لونها عامل كده ليه؟ اصل متهيألي التورته دي جربانه. لا 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 لا. ايه ده؟ ايه؟ ايه عادي؟ في ايه مالك؟ مش عارف، عايز اهرش لي في الحته دي كده يا رمزي. ايوه كده. هي دولا انت عايزنا احط ليه تمثال ام تحلب قبل تمثال الملك اخنافون؟ ام تحلب؟ طب عديت لك ام تحلب، التاني اسمه اخنافون. ده ايه، كان فرعون عنده لحميه ولا ايه؟ انت ما تسالش، انت تنفذ انا بقول لك عليه وخلاص. حاضر يا دوله. مش انت اللي قلت لي اسال يا دوله دلوقتي؟ اسال من غير ما تبين لي ان انت بتسال، اسال من غير سؤال، انت فاهم؟ لا هو غباوتك دي يعني. بص يلا يهبل يهبل، دي اسره ودي اسره، انا برتبهم حسب الاسر يعني. ترتيب عائلي يعني. بتتكلم ليه وعائلي؟ هتعمل لي فيها يعني فيلسوف؟ هو ترتيب اسري، الاسره مثلا ال 12 قبل الاسره ال 13 قبل ال 14، نفذ وانت ساكت. حاضر يا دولا. بقول لك يا دولا، احنا بقى لنا اسبوع دلوقتي عمالين نرتب الاسر دي والتماثيل دي يا دولا، وما في مفيش زبون. انا عارف مفيش ولا زبون بيدخل، بس ان شاء الله هيجي لنا زبون. لما يخش زبون يلاقي كل حاجه مترتبه، واي نعم كل يوم زي التاني، بس هنعمل ايه؟ لا يا دولا هو مش كل يوم زي التاني بقى، اذا كنت يعني تتكلم بصراحه، احنا امبارح كان التلات والنهارده الخميس اهو، يعني في تغير. امبارح التلات والنهارده الخميس، والاربع فين يهبل يهبل؟ دولا يمكن يكون الاسبوع ده جه ناقص يوم على فكره. يا دولا الاسبوع ده رمضان، رمضان هو اللي بس فيه 29 فيه 30 كده اهو، لكن الاسبوع هيجي ناقص وزائد. اهبل، انت عارف يالا مين اللي اخترع الاسبوع ده؟ مين يا دولا؟ اقول لك انا،
اللي اخترع الاسبوع ده قال رمزي الفراعنه. لا يا راجل. يا راجل ازاي يا دول؟ احكي لك احكي لك. استنى دول، اوعى تحكي يا دول، استنى. يلا بسرعه دولا، اقفل باب البزارة دولا؟ يا ابني مقفول زي مفتوح. سيبك، انا بس عايز افيدك بخبرتي. يلا يا رمزي، حاجة استفيد منها يعني، المعلومات اللي عندي مش عارف اوديها فين. الله يا مدرسة الله. قول يا دولا قول. بص يا سيدي، كان زمان بقى ايام الفراعنة الاسبوع ده كان 5 ايام بس. 5 ايام يا دولا؟ واللي اخترع الاسبوع ده كان راجل بيقسط للفراعنة بقى. بيقسط ايه دول؟ بيقسط لهم بقى ايه اللي هي ادوات منزلية ومستلزمات معابد وكده يعني، فهو بقى اللي قال لهم الاسبوع 5 ايام يا اخوانا. دولا طب والاسبوع ده والخمس ايام ازاي يعني يا دولا؟ يعني اول يوم في الاسبوع اللي هو الحد اللي هو واحد يعني. تاني يوم اللي هو الاثنين. ايوه يا دولا صح. تالت يوم اللي هو التلات. رابع يوم الاربع. خامس يوم الخميس. شفت؟ الله ده سهل قوي يا دولا. طب والجمعه يا دولا؟ لا الجمعه بقى كان اجازه، بيتجمعوا كلهم بقى الفراعنه مع بعضهم يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن بقى واتاري وكده. الله يا دولا. طب والسبت يا دولا بقى؟ السبت لمطتك دي اللي هتخليني ما احكيلكش حاجه. قوم يلا قوم يلا، شوف شغلك يلا. ايه دولا بقى بقى؟ شوف شغلك. شوف شو ايه، هنقعد نهزر وافرض زبون جه لا قدر الله. شوف دولا. بقول لك ايه يا كابتن؟ كابتن ايه يا استاذ؟ هو حته فين امال؟ مش عارف والله يا استاذ، انا لما جيت ما لقيتوش. ما لقيتوش؟ طيب هات لي واحد شايله صح. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه يا كابتن؟ هو انت اسمك ايه؟ نص. نص؟ حكيم انا وانا صغير سربت حلبيه 3 عتلتاني فسموني نص. سموك نص؟ طب هات لي واحد شاي نص. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه؟ لازم يكون الشاي سخن يعني. لسه على لسانك يا استاذ. يا عم انت مالك، هو لسانك ولا لساني؟ لسانك يا استاذ. طب خلاص. ماشي ماشي. ولا نص ولا نص ولا نص. ايوه يا استاذ. مين ده اللي نص؟ ده حته استاذ. ده حته؟ حته. وايه اللي عمل فيه كده؟ ازاي اتغير يعني؟ سبحان العاطي الوهاب بعد السبسب والقباب. السبسب؟ انت شكلك بتحقد عليه. يعني يا استاذ بحسده. بتحسده بس يعني؟ طب يلا اتكل على الله هات لي الشاي. ماشي. حته؟ انا حته؟ انا حته؟ ليه يا استاذ عادل في ايه؟ انا حته؟ انا حته؟ ليه يا استاذ عادل في ايه مالك؟ ايه يا حته؟ ايه اللي انت بتنرفز عليا ولا ايه؟ يعني فعلا سبحان العاطي الوهاب من بعد الثبثب والقباب، انت ما شاء الله ايه اللي عمل فيك كده يعني؟ لا انت كمان هتقعد يا استاذ عادل؟ لا بعد اذنك انا مش فاضي وعندي شغل لو سمحت. عندك شغل ايه؟ ده انت اساسا فاتح اللابتوب واكيد بتلعب جيمز ولا حاجه. لا يا استاذ عادل انا بشوف البورصه بتاعتي وصلت لحد فين دلوقتي. البورصة؟ طب وانت مالك ومال البورصة دي؟ لا خلاص، ما انا بقيت في الموضوع ده من زمان بقى. انت عارف الصدفة يعني بتلعب دورها. واحد صاحبي كلمني على موضوع البورصة ده فدفعت 5000 جنيه، فجأة بقوا 30000 جنيه. 30000 جنيه؟ 30000 جنيه من 5000 جنيه؟ بتقدر يعني ايه ده ما شاء الله يعني ولا ايه؟ انت تحسدني ولا ايه يا استاذ عادل؟ لا مش بحسد، بس يعني 5000 يطلعوا 30000 مرة واحدة كده يعني؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بقى. وانت عارف طبعا ان انا طول عمري مغامر. غمرت بال30000 جنيه ودخلت بيهم البورصه تاني ووصلوا 50000 جنيه. 50000 جنيه يعني ال 5000 طلعوا 50000 جنيه. وطبعا بقى سبت القهوه ورحت اشتغلت في البورصه بقى. قهوه ايه؟ مش انت كنت شغال هنا في القهوه ولا انا متهيألي ولا ايه؟ لا خالص. عمرك ما اشتغلت في القهوه؟ خالص. اكيد حد شبهي. واسمه حته برضه يعني سبحان الله. طيب بقول لك ايه، بالنسبه لشغله البورصه دي يعني ينفع انا اشتغل في البورصه واسيب حكايه البازار دي؟ لاني زهقت من البازار والبازارجيه والكار ده مش بتاعي صراحه. انا كنت داخل فيه تدبيسه يعني. تعرف حد يشغلني في البورصه؟ والله يا استاذ عادل اصل الموضوع ده محتاج ترتيب يعني. انت محتاج حد يظبط لك الليله من اولها لاخرها بقى، يقول لك تعمل ايه وتتصرف ازاي، او تقعد مع حد مثلا يكون خبير بورصه. خبير بورصه؟ هي دي شغلانه اللي هي بتاعت خبير البورصه دي؟ لا ده في خبير بورصه وفي خبيره بورصه كمان. خبير البورصه يعني هي نفسها اللي تقول لي بقى تشتري ايه وما تشتريش ايه وتبيع امتى وتشتري امتى يعني؟ بيبقى لها كوميشن على فكره، بتاخد منك نسبه. كوميشن اللي هو نسبه ايه؟ لا يبقى انت مش اكيد حته القهوجي، حته استحاله يقول كوميشن يعني. طب والخبيره دي يعني مين اسمها ايه؟ اسمها سهام الاسهمي. سهام الاسهمي؟ هي عشان تبقى بتشتغل في الاسهم تبقى اسمها الاسهمي؟ دي تبقى خبيره جامده جدا يعني. حضرتك يا استاذ يعني ممكن تديني نمرتها يعني؟ استاذ عادل حضرتك بتتكلم بجد ولا زي عادتك بتتريق؟ لا ما بتريقش ابدا. وانت تعرفني منين؟ ما انت مش حته القهواجي يبقى انت ما تعرفنيش. الكلام كده مش عاجبني. سهام واسهمي وبتاع. حضرتك عاوز تليفونها ولا عاوز طلبات كتير؟ لا لا عايز تليفونها. تدهوني انا يا حضر.
صباح الخير. صباح الفل والياسمين والورد والكوكتيل. من فضلك عاوز الاستاذ عادل سعيد. عادل سعيد؟ مين عادل سعيد ده؟ هو في حد قال لك ان هو شغال هنا؟ مين عادل سعيد؟ ايه يهبل يهبل، مش عارف ان انا عادل سعيد يلا. لا يا دولا، ما هي ما قالتليش دولا يا دولا، وبعدين انت غيرت اسمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، انا الانسه سهام الاسهمي، خبيره في تداول الاوراق الماليه والبورصه. اهلا وسهلا، ده انا في انتظارك، اتفضلي. اهلا وسهلا. والله خبيره خبيره يعني يا دولا. روح هات حاجه ساقعه اجل اتكل على الله. حاضر يا دولا. دولا اجيب الحاجه الساقعه دي، ساقعه ولا سخنه؟ روح للراجل قول له حاجه ساقعه، هو هيفهم. فريره فريره يا خبيره. سيبهم اطلع بره اطلع بره بره. الواد ده مجنني حضرتك، يعني متخلف يعني، عارفة مرة عمل معي. مفيش وقت يا أستاذ عادل، ندخل في الموضوع على طول. ماشي ندخل في الموضوع. حضرتك يعني أنا كنت عايز يعني أحط فلوسي في البورصة وأكسب 50,000 جنيه زي الواد حتة. مين؟ يعني عشان أكسب فلوس في البورصة يعني أعمل إيه؟ بسيطة قوي، الفكرة كلها في شراء مجموعة أسهم مالية بتمن معين، ولما بتغلى تبيع. أبيع وأكسب زي الواد حتة. مين حتة؟ لا حضرتك اتفضلي كملي. وبتشتري الاسهم دي من شركه ناجحه جدا، وبعدين بتجيب لك عائد مادي كويس قوي. ماشي حلو حضرتك، خلاص. وبما ان انت اسمك سهام الاسهمي، فانت هتنقلنا كام سهم كده حلوين على ذوقك، يعني اهم حاجه يكسبونا. وتفضلي حضرتك، ادي الفلوس اهي. كام دول حضرتك؟ دول 5,000 جنيه. بس دول مش كفايه يا استاذ عادل، علشان تكسب في البورصه لازم تغامر بفلوس كتير، يا ريت تزود لنا المبلغ ده شويه. ماشي حضرتك، احاول ازودهم. اخد دول بقى ازودهم واجيبهم تاني. لا 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 خليهم، هشغلهم لك في كام سهم كده من بتوع شركه المنسوجات الحراريه. منسوجات الحراريه؟ بس مش ملاحظه يعني ان الدنيا هتبقى حر شويه على الفلوس، وخصوصا ديمتينات يعني. طب خلاص، اشغلهم لك في شركه الكابلات الهوائيه. الكابلات الهوائيه لا فلوس وفي الهواء وبتاع. لا لا، والنبي شوفي لي اي حاجه ارضي. انا عرفت طلبك، هشغلهم لك في شركه الاتصالات السريه. ايوه السريه، انا اهم حاجه عندي الكتمان. يا رانيا يا حبيبتي، البورصه فرصه وطالعه مش نازله، دي فرصتك يا رانيا، اوعي تضيعيها من ايدك. نو واي يا عادل، انا سبق وقلت لك ان انا ما بحبش موضوع البورصه ده يا عادل، لان انا قريت في بورصه النفوس. النفوس ايه؟ هو احنا هنتاجر في العبيد؟ بورصه النفوس ايه اللي انت قريتيها يا عادل؟ ده كتاب اسمه البورصه والنفوس، بيقول فيه ان النفوس البشريه بتتغير تغير كامل، وبتصبح نفوس نفسويه من نفسنا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد الراجل اللي الف الكتاب ده راجل من نفس اساسا، مش عايز اي حد يكسب غيره. يا سناء يا سناء يا حبيبتي، الفلوس بتاعت الدروس الخصوصيه اللي انت بتديها دي هتوديها فين؟ عادل بقول لك ايه، اطلع من دماغي، مالكش دعوه بفلوس الدروس الخصوصيه بتاعتي. كفايه قوي ان الفلوس دي اساسا منظوره. انت اصلك مش عارفه انا هاخد لك اسهم في انهي شركه بالظبط؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه اشترك في البورصه دي يا اخي. اعرفي بس الاسهم اللي انا هاخدها فين، وانت والله هترتاح لو عرفت. فين فين؟ شركه الاتصالات السريه. شركه الاسهم في شركه اتصالات سريه. قال انا مش عايزه اشتري في البورصه دي يا اخي، مش عايزه. وبعدين الاسهم في ايدك تصدي، يعني لو بتكسب تفشل بعون الله. انا اشتري. قال يا ماما دي مضمونه ومكسبها مضمون، ده مكسبها عالي جدا، بس ما تقلقيش يا عادل. ما حد يا عادل، انا ما بحبش الاسرار في حياتي، انا حياتي اوبن مفتوحه. سيحي شركه الاتصالات السريه، بلاش تقولي اسمها بصوت عالي. وبعدين دي شركه مش معروفه، ما حدش سمع عنها قبل كده. ما وضع طبيعي، مش سريه، لازم ما حدش يسمع عنها. يا عادل يا ابني، انا مش فاهمه حاجه من الحكايات بتاعتك دي عن البورصه، كل اللي انا اعرفه البوسطه وبس. يا ماما هي البورصه شبه البوسطه بالظبط، يعني بتدخلي فيها فلوس تولد لك فلوس كتير. طب نفترض الفلوس اللي بتولد دي ماتت؟ لا لا ما تقلقيش، الفلوس بتاعتك اوديها لك لدكتور كويس ان شاء الله يعني، وهتولد فلوس كتير يعني. يا ماما دي حاجه انا واثق منها يعني ان شاء الله، المهم تجيبي فلوسك بس. منين يا حبيبي؟ ما معيش والله. يا سلام، هو كله معهوش يا ماما. طب وانا بقى هعمل ايه في الشركه بتاعت الاتصالات السريه دي؟ ده محدش راضي يعبرها حتى ولو برنه. حماتي انا عارف طبعا ان انت اكتر واحده في البيت ده هتفهميني في موضوع البورصه. نو يا عادل، نو، انا مش هخش في البورصه دي خالص، جامي جامي جامي. طيب جامي ليه؟
عشان انا ما بحبش اخش في تجربات، انا احب اخش في وقائع. ايوه بس على فكره البورصه ده واقع، وبقى واقع ملموس، والعلمك ممكن تكسبي منه كويس قوي. نو يا عادل، اي كانوت. انت عارف بابا خسر كل الفلوس بتاعته في البورصه لما دخل في 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 شركه اسهم بتاعه تقاوي قطن، وخسر كل الفلوسات بتاعته. طب هو دخل تقاوي قطن ولا خد تقاوي اسهم؟ لان تقاوي الاسهم على ما بتطرح بقى وبتاع بتبقى شغلانه. ياسمين، ياسمين تعالي 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 تعالي. مين حبيب بابا؟ انا. مين روح بابا؟ تعالي تعالي. ازيك يا ياسمين؟ ياسمين طبعا انا عارف ان انت محوشه فلوس كتير من العيديات اللي انت كنت بتاخديها، يعني كنت بتاخدي عيديه مني ومن ماما ومن خالته ومن عمته ومن تيتا ومن تيتا، فطبعا معاك حصاله مليانه، وانا عارف كل ده ومطنش. في ايه يا بابا؟ خش في الموضوع. حاضر يا ست، اخش في الموضوع. الحصاله بقى اللي انت محوشه فيها الفلوس الكتيره جدا اللي عندك دي، انا عايزها عشان اخد منها الفلوس عشان استثمرهم لك بقى في شركه المصاصات السريه، ايه رايك؟ اتفضل. معقوله 5000 جنيه يكسبوني 30000 جنيه مره واحده؟ المهم تعرف تشتري امتى وتبيع امتى، هي دي بقى لعبة البورصة وشغلتي أنا. وأنا شغلتي أقبض منك الفلوس وأخدها بقى. لا اوعى، لازم تشتري أسهم تانية، وما دام دخلت البورصة يبقى لازم تكمل. طيب ماشي خلاص، اشتري لي بيها بقى أسهم من بتاعت اللي هي الشركة بتاعت الاتصالات السرية دي. للأسف اتعرفت وبقت علنية. طب وأعمل إيه؟ أشتري أسهم إيه طيب؟ أنا شايفة فيك كده إنك شاب طموح، وأنا بصراحة برشحك بقوة انك تكون وكيل شركه الاوراق الماليه بتاعتي. وكيل شركه الاوراق الماليه اشتغل ايه يعني؟ تجيب لي ناس بيثقوا فيك يشتروا اوراق ماليه من عندي. ايوه بس اجيب لك الناس ازاي يعني؟ اولا انا قلت الجماعه اصحاب البازارات صحابي يعني كلهم رفضوا، حتى اهلي بيتي نفضوا لي. ده كان زمان، لكن انت دلوقتي كسبت والوضع اختلف يا دولة. يا دولة. بيبي بيبي خد الفلوس دي اشتري لي بيها اسهم. يا سلام، وفين كتاب بورصه النفوس امال؟ لا 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 خلاص قطعته يا عادل، انا عرفت ان هو بيخسر اصلا يعني. خد. ماشي، دول كام دول؟ 2500. حاضر 2500. رانيا عادل عادل خد ال 5000 جنيه دول شغلهم لي في البوسطه بتاعتك. برضو يا ماما لسه مصره ان هي البوسطه اسمها البورصه يا ماما. البورصه البورصه البوسطه، اه كله بيجيب فلوس، بس البوسطه بتاعتك انت بتجيب فلوس اكتر. ماشي، ما كنتيش مصدقه من الاول. حاضر يا ماما، عينيا ليكي. 5000 جنيه ماما. عادل يا عادل، من فضلك خد ال 3000 جنيه دول، ومن فضلك من فضلك اشتري لي من السهومات اللي هي بتكسب دي. السهومات اللي بتكسب؟ حاضر يا حماتي، 3000 جنيه حماتي. وانا كمان يا ابي. وانت عايزه ايه يا نجلاء؟ اصلي ما كنتش اعرف ان البورصه بتكسب قوي كده. واديك عرفت انها بتكسب، عايزه بكام؟ 500 جنيه اهم. 500 جنيه نجلاء. حاضر يا بابا. الله. ايه يا بنت انت عايزه ايه؟ ايه خد الفلوس اللي في الحصاله واشتري لي بيها اسهم. اسهم؟ عايزه اسهم ايه؟ ايه اسهم من شركه المصاصات السريه. المصاصات السريه. يسلم على الدكتور. 17 قرش ياسمين. لسه سهام جت دول اهي. يا سلام، مواعيد بورصه صحيح. اوكي ان شاء الله. ازيك يا عادل؟ اهلا وسهلا. بتقول سهم شركه الكراتين والفل الصناعي وصل 5000 جنيه؟ بيع طبعا. يا سلام، الكراتين والفل 5000؟ امال الحديد يبقى كام بقى؟ وشركه البلالين وصل 10000؟ ده الاسبوع اللي فات كان ب 35 بس. البلالين بقى البلالين خليه بيع، خليه بيع. بقيت هايل يا عادل. بيع طبعا. سلام. اهلا وسهلا، اتفضلي يا زفت قوم. اتفضلي. اهلا وسهلا يا استاذه سهام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله حضرتك منورانا، وحضرتك دي الفلوس اللي انا جبتها بقى من كل الاسره عندي، يعني امي واختي وكله كله جبت منهم فلوس يعني. انت بقيت هايل في البورصه يا عادل. امال فين فلوس التجار اصحابك؟ التجار اصحابي على وصول، انت عارفه طبعا يعني التجار بيحبوا يشوفوا كل حاجه بعينيهم. اوكي، وعمولتك طبعا محفوظه. ربنا يخليك. اهم حاجه بقى احنا المره دي هنحط الفلوس في اسهم انا
انه شركه؟ شركه تلج اسوان. تلج اسوان، يا نهار ابيض. دول هي اسوان دي فين؟ دول اسوان دي بعيد جدا. يلا يعني عارف وانت في اتجاه بنها بقى كده بس مش شايفه انه بعيد يعني اسوان دي؟ ايه يا عادل، ما تبصش تحت رجليك، انت لازم تبص لبعيد. ايوه بس دي اسوان مش بعيد عادي، دي بعيد جدا. امال يعني انت عايز تكسب وانت قاعد كده؟ لازم تتحرك شويه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. المعلمين وصلوا هم زي ما فهمتك بالظبط. متقلقيش متقلقيش. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا معلمين، اتفضلوا. اهلا وسهلا ارسطو، ونورتوا وشرفتوا. معاكوا الاريسه سهام الاسهمي، خبيره في البورصه وصاحبه شركات المكاسب السريعه الخياليه الفظيعه في البورصه. اهلا وسهلا. اسمع على مسمى فعلا خيالي خيالي. ما تتخضيش منه، يعني هو مندفع كده بس هو اساسا اقرع ونزه يعني. واحنا فلوسنا جاهزه. معاك يا معلم عادل. بس بس ايه؟ لا انا كلامي ثقه. احنا واثقين فيك طبعا، خصوصا بعد لما كسبت في شركه الاتصالات المخفيه. هي السريه بس المخفيه تعدي برضو يعني. واحنا هنحط فلوسنا في اسهم انهي شركه يا معلم عادل؟ ان شاء الله هتحطوا فلوسكم في اسهم شركه تلج اسوان. تلج وفي اسوان كمان؟ ايوه تلج في اسوان. اتصرف، العموله هتضيع منك. اتصرف، الحموله هتضيع منك. عملت في مراخيرها كده. يا جماعه، بالنسبه لتلج بالنسبه لتلج اسوان يعني يا اخوانا، التلج ده اهم حاجه في الصيف، وبعدين الصيف السنه دي هاجم هجمه شنيعه فظيعه قويه جدا. مين فيكو ما بيشربش في الصيف عصير قصب؟ محدش. مين فيكو ما بيقعدش على القهوه ويطلب كوبايه شاي ومعاها كوبايه ميه مشبره؟ محدش. شفتوا؟ عشان كده اهم استثمار يا اخوانا نستثمره في الاسهم بتاعه التلج بتاع اسوان. وانا واثقين يا معلم عادل. انا عن نفسي هحط كل فلوسي في الاسهم. وانا كمان. وانا اديني فرصه يومين ثلاثه اذا ربما البيع بضاعتي اللي في البازار وازود بفلوسها سهومي في البورصه، ولا غلط؟ لا صح، وانت عمرك تقول حاجه غلط خالص يا معلم تيتي، يعني كلكم هتاخدوا اسهم ان شاء الله. بتعجن ماشي ورايا عمال بتخبط فيه ايه؟ قول لي النهارده ايه؟ النهارده تاني يوم يبقى الاثنين، وتالت يوم يبقى الاربع وخمس. انا بقول لك على حسب الاسبوع الفرعوني النهارده. انا عارف النهارده ايه. خلاص خلاص، بس المشكله لغايه دلوقتي سهام الاسهمي ما اتصلتش ولا جت. الا صحيح دولا، في سؤال محيرني كده وانا اقوله لك. اسال واخلص. هي الانسه سهام دي متجوزه ولا مطلقه؟ هو ده السؤال اللي انت موترني؟ انا بقول لك انا مش طايق نفسي، انا متوتر جدا عشان موضوع البورصه اللي انا فيه ده. ماشي دولا. دولا هي البورصه دي مرات البورس يعني؟ انت اللي اساسا شبه البورس اللي دينه مقطوع. ابعد عني السعادي، ابعد عني السعادي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ اتفضلوا معلمين، اتفضلوا. اهلا وسهلا، منورين. اهلا وسهلا. هو ده بقى معدنا، بشرني بقى كسبنا كام؟ كسبنا اكيد يعني، بس كام لسه هنشوف يعني ان شاء الله، بس هي بورصه معروفه بتكسب يعني. الو السلام عليكم. مين؟ الانسه سهام. الانسه سهام. والله العظيم الف مبروك. يا الحمد لله رب العالمين، مع الف سلامه وش سعد مع السلامه. قالت لك ايه؟ لا يا دول، انا عايز الحلاوه الاول علشان الخبر الحلو ده. اخلص. قالت لك ايه؟ وانا اجيب لك يا سيدي اربع خمس علب حلاوه. قول. قالت لي يا دولا ان التلج ساح والاسهم كلها خسرت. التلج ساح، التلج ساح، التلج ساح.